ما زال المشهد السياسي اللبناني على حاله من المراوحة، فيما تدفع الأزمة المتلاحقة سعر صرف الدولار في السوق السوداء صعوداً بشكل هستيري، حيث تجاوز 28 ألف ليرة ويواصل ارتفاعه ساعة بساعة، وهو ما يتسبب بارتفاع جنوني في أسعار السلع، ولا سيما تلك التي تشكل السلع الأساسية للاستهلاك اليومي للبنانيين. وحتى الدواء الذي رفع عنه الدعم قبل أسابيع بات خاضعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة التي فاق سعر بعضها الحد الأدنى للأجور. الارتفاع السريع انعكس أيضا على أسعار المحروقات، وعلى الرغم من انخفاض سعر خام برنت العالمي، ارتفع سعر صفيحة البنزين في لبنان، فبات وصول المواطنين إلى أعمالهم وقضاء حاجاتهم اليومية مهمة صعبة للغاية في ظل الرواتب التي تصرف بالليرة اللبنانية ووفق سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار. لأسابيع كان الحديث عن أن مهمة الحكومة تتمحور حول محاصرة الأزمة الاقتصادية وإقرار المساعدات الاجتماعية وإيجاد المخارج من الأزمات، لكن الحاصل اليوم تجميد للعمل السياسي في ظل مناكفات سياسية على حساب الاقتصاد وتأمين الحد الأدنى من مقومات عيش المواطن اللبناني. وما زاد الوضع تأزيماً قرارات حاكم مصرف لبنان الأخيرة التي وضعت أعباءً إضافية على كاهل المواطن وحولت الليرة اللبنانية إلى أوراق تكاد تكون بلا قيمة.